نعم سجدة الشكر لا تلزم الطهارة، لا تجد الشكر ولا تجد حتى التلاوة، لا تجد الشكر ولا تجد حتى التلاوة. ولكن لو أنه كان على طهارة تستقبل القبلة كان أفضل، لكن هذا ليس بشرط. إذا أخبر بالنعمة أو جاءته أمر يسره فعلى أي جهة يسر لله فأجل، لكن لو استدار استقبل القبلة كان أفضل. ولو ذهب وتوضى ثم سجد لله لكان أيضا أفضل وأكثر. لكن لو سجد لغير القبلة أو على غير طهارة لا حرج من الله. ابن عمر عنه كما في البخاري عنه كان يسجد لغير القبلة. ولا سجد تجددت عنده، ولا لو إنسان حين في الإسلام في كل يسجد يبقى ساجدا، ولا كان أن يصحى يفعلون ذلك. لكن الجدد عنده أمر حصل له خير، قال الله جل وعلا سجدات يفعل هو خير من يجمع أو أتاه أمر يسره ثم يفتح المسلمين كان يقول لله ساجدا. يكبر الشيخ؟ نعم يكبر. نعم.